عليكم حبيباتي، صباح الخير. ان شاء الله نلاقيكم بالخير والربح ان شاء الله يا ربي. راكم في القناه تاعي داليما كويزين. اليوم حندير لكم انا نقولوا المشوش، يعني المسمن تاع الزيت اللي حندير في هذه يناير. نقول لكم اسقاس امكاز. بسم الله. هاوليك واش عندي سميد رقيق. هاوليك ماما، انا حندير كيلو هاد المسمن، يعني المشوش حنا نقولوا له. يطيب في الزيت في المقله، ماشي كيما مداري اللي نديروه لكم، هذا تقليدي درتو بسميد رقيق وما نديروش الفرينه. ندير هنا الملح وتشوفوه معايا. يعني دوك انايا حنخلطو ونخليه يرطب لي هكاك ساعه نص ساعه ونولي لعندو نعجنو. دوك حنطميه برك حبيباتي باش يخرج لكم مسمن. شحال نختارلكم ولا لخفاف ولا نيمبورت كال عجين. هاد عجنو توجور ما ديروش جاري، توجور ديروه يعني متماسك، يابس شويه باش يجي هذاك العلك تاعو يخدم مليح. طمي نخلط ونشوف حتى وين نحصل القوام اللي حبيت تاع العجينه تاعي. هاد السميد بزاف هايل، انا نحبو يعجبني، يعاون عندو العلك. هما هادوك الخنقه ولاو مشلاح، بدلو لهم السيستم. هاوليك خلاص هذا دوكا حنطميه ونديروه في الساشي، نخليه نص ساعه ولا ساعه ونولي ندلكو كيما مداري. تشوفوا معايا هاوليك حبيباتي. نزيد نخلطو هكا شويه باش يتخلط هذاك السميد اللي ماشي مشمخ. فوالا هكا دوكا نغطيه بالساشي ونخليه حبيباتي. هاوليك حبيباتي بعد ما جات نص ساعه هاهي دوك نجوز نعجنو باش يجيني ساهل في الدليك. هاكو تعودتو عليا على المسمن تاعي، يعني باش ما تقولوش برك بلي هذا تاع الزيت وتاع وسمو ماشي كيف كيف. سي بوغ صح حبيت نعاودوه لكم. يعني هكذا دوكا نبدا ندلك فيه 5 دقائق واني وجدت الكاس تاع الماء. هكذا نعجنو مده 5 دقائق. بعد 5 دقائق نولي لعندكم نزيد له الماء. هلا هاوليك كيفاش جات لاباط تاعو. هاوليك ليس الله يبارك. هاوليك يعني كيخلينا هذيك نص ساعه. دوك وجدت هنا كاس تاع ماء، كيلو تاع السميد قلت لكم كل خطره ندير شويه هكذا، ماشي حندير كاع هاد الكاسه تاع الماء. نقول لكم شحال بدا لي، وعلى بالكم هاد السميد وشنو وريته لكم لا بروميير فوا. وكي ندير الماء توجور ندير البنيات باش ما نعياش بزاف، باسكو كي تعجنوا ما يدخلكمش بزاف بالخف الماء. هكا دوكا بالخف يدخل الماء. هاوليك ندير هكذا حتى وين نشوف القوام اللي حبيتو ونولي لعندكم. انا جبت السنيوان تاعي ندهنها بالزيت هكذا باش نديرو يعني حليونات صغار. هاوليك حبيباتي واش دالي الماء، يعني هاد الكاس عمرتو بيان، يعني كاس الى ربع. هاوليك اسبوع وشويه. هاي هي في كيلو تاع سميد. هاوليك كيفاه جاني، يعني كي تخليوه شويه يرتاح 5 دقائق وتشوفوا كي ديروا هكا تلقاو يتجبد. هاوليك هذا هو واسمو تاعو. هذا باش نوريكم، خليوه قبل يرتاح 5 دقائق وسيو طلعوه هكذا. ها شوفوا كيما تجبدوش وينكم، يعني باش تفهموا. هذا مازال عاد ما ارتاحش مليح. دوك نبدا نقرصهم هكا، نلوزهم هكذا ونخليهم يرتاحوا. اوكي. وهنا حبيباتي واش عندي حنا تاني نديرو هذاك يقولوا قبايليه اضمين القبايل، كان يقولوا له باش كيفاش يقول الروينه، يقولوا له ثاني بالعربيه. هاوليك حنديروه بزيت الزيتون هكذا كما الطمينه معسله هذه برك بزيت الزيتون، وياكلوه بالبخسيس مجفف، يعني حنا نقولوا تازرت، كان يقولوا كرموس اليابس، كل واحد كيفاه. هكا نخلطوه هكذا هذا صحي سوتو مع الصباح، اللي ياكلوا هذا الصباح ويزيد يشرب انتي، يعني صحي 100%. بعد ما كملتو هنا جبت، يعني احنا نقولوا له هذا اضميس زيت وزمور، يعني الروينه بزيت الزيتون هذا ما كان. وهنا هذا الكرموس تاعنا، يعني البخسيس كنا نقولوا بقبيليه تازارث، فورتو كيف فورتو ولا لي هكا رطب، ومن بعد حتى وين برد درت له هكا زيت الزيتون من الفوق، ونزينو هكذا باش اللي يجي ياكل هكذا، باش اللي يجي ياكل يلقاه واجد هكا ساير داير. حنا هذا ناكلوه بهذا الكرموس اليابس هذا، هذا صحي حبيباتي. اللي ياكل هكا زوج حبات الصباح مع هذا يقدر يدير الخلطه تاع البيطون. هاوليك هكذا حبوباتي، فوالا هذا هو طمين القبايل. انا حنبدا بسم الله، انا درت شويه الزيت ونبدا نحل، نزيد ندير شويه الزيت، وانا حطيت المقله تاعي يعني تسخن، نبداو قبل في هاد ليكوتي كنت عاودتو معايا، ما نبازيش على الوسط، نبازي على ليكوتي قبل هادو، الوسط ساهل كي نجبدو هنا باش ما يكونوش هذوك الحواف خشان. درنا شويه لهيك باش ما يديرونجينيش. انا خليته حبيباتي ارتاح لي نص ساعه، ما تقلقوش برك بداو هنا قبل هكذا هكذا، ها باش تكون الخدمه تاعكم بيان بيان فيني. وانا حطيت قلت لكم المقله تاعي فيها الزيت، ها هذا نطيبوه كيما زمان نديروه في الزيت، ما كانوش يديروه في الطاجين كيما راهم يديروه دركا، غير يرشوه برك. ها الله يبارك نجبد ومازال يزيد، ها من بعد نشد هكذا هكذا، ندير هكا شويه الزيت في يدي كي نشوف يا حبيت لاصق نزيد. هاي ونرفدها ونحطها في المقله. كنا زمان هكا نطيبوه، هذا تقليدي 100% وبسميد. راكم تشوفوا ما شاء الله. بعد ما سخن لي درتو على النار متوسطه، تحت شويه المتوسطه، راكم تشوفوا الله يبارك ما شاء الله. هاوليك مازال ما حمرنيش من تحت، نزيدو شويه من النار كنقصلو. طيب البولا كولور تاعو ذهبي يعني دوري. تري بيان، هاوليك يجيكم ولا اروع. حطوا له برك بابيه هكا سويتو باش يتشرب لكم الزيت كيما نديروا الخفاف، يعني ما تقولوش بلي هذا فيه الزيت بزاف، كيما نديروا الخفاف ثاني نطيبوه في الزيت. ها حتى وني حبيت ورق المهم ما شاء الله هاكو تشوفوا فيه. وكي نزيد نروح ندير وحده لازم ننقص للنار باش ما يكونش بزاف سخون، غير نحطو برك تشوط لي، ما حبيتوش هكذاك. انا مادابيا طيبوا لي كاع هكا لاكولا. هاك نقطرو تري تري بيان هكا ونزيد لكم الاخرى ونقص للنار باش ما نلقاهش بزاف يغلي. هكذا ثاني نعاود نحل كيما حليت الاولانيه، ما نبازيش على الوسط بزاف. نزيد ندير شويه زيت ونقلب. هادو كانوا جدودنا يديروه بزاف. هكذا نمشيو مليح، روحوا غير بالعقل مبتدئات لي مازال ما عرفوش. هكذا هكذا ها كي تشوفو يتلصق لكم ديروا هكا شويه الزيت هكذا. ها هكذا زيت غير شويه ماشي بزاف. ملي يكون بدا نرفد ونجبد. ها ها شوفوا ما شاء الله. هاي ها الله يبارك. دوك نبدا نطوي في الكوتي هكذا. راني جبتو رقيق عندي ما نزيدلو هكذا. هاي ندير شويه تاني تاع الزيت ونبدا نزيد تاني، نزيد لها باش يجوني رقاق. هاي هكا تاني نزيد نرفدها نطيبها. نزيد نرجع للنار تاعي في المتوسط كما قبيله نقصلو افون، ونزيد ندير هكا الزيت من الفوق. يعني انا تربيت بزاف على هاد الحوايج التقليدي بزاف، يعني نعرفهم نغمض عينيا ونديرهم باسكو دار حنايا العائله دار الكبار، ربيت وين كاين الكبار ماشي صغار بزاف. مازال شويه دوك نقلب بسم الله. ها دوك تشوفوا لاكولور تاعو ما شاء الله. كنت سبعه تقرميش ما تقرميش يقرمش يقرمش يا كلشت ليا. هكا ثاني نطيبو بهذا اللون، وكي ندير على حساب واش اللي حبيت باش نرجعو على زوج، باسكو هذه نديرو على زوج ماشي على وحده حبوباتي. نتوما ولا حبيتو ديرو على واحد، يعني انا جبت لكم حاجه تقليديه كنا نديرو على زوج. ما بعدك تاع الطاجين نورمالمون نديرو على زوج، حنا برك ولادي باش يخليو النص وليت نديرها لهم على وحده. ها هي باش تتحمر في الوسط هكا. انا حبيباتي بعد ما كملنا على وحده دوك حنديروهم على زوج. فوالا دوك نبدا نجبد ونديرو وحده داخل وحده. تسمى لي طابت نديرها داخل اللي راهي حليتها دركا. هاهي ونجيب هذه نحطها هكذا في الوسط ونسيب هكذا. هاهي هكا كنا نديرو زمان ولا لا؟ لا حبيباتي اللي راهي معايا تقول لي كيفاش يديرو هما، كيفاش ديرو نتوما يعني. سمحوا لي هكذا، وهنا لي كوتي هادو نجبدهم باش يكونوا سوا سوا هكاك في المربع. هاليك هكذا، والزيت هذاك نقصلو كوم توجور باش ما يتشلفط لي يولي سخون بزاف، ونحطها في الزيت هكذا من هاد الجهه. فوالا دوكا نحطها ولي درت النار تحت متوسط شويه برك، ماشي بزاف، باسكو لازم ثاني ما يتشربش في الزيت وما يتشو كما نقولوا ما يتحرقش، لازم نص هكا باسكو رقيق، ماشي عجينه خشينه ولا هكا. كما طيبوا الخفاف حبيباتي كيف كيف لا ميم شوز. نزيد غير شويه نحيها الحمد لله، توجور دورو هكا. هاي ديك لا كولور تاعها هذه شابه، نقطرها تري تري بيان ونحطها فوق البابي ونزيد لكم الاخرى. وهنا هاي ليك جبت كما درت الاولانيه ونشد هكذا هكذا توجور. هادو ديروهم هكذا، ها يعني هاد السميد الله يبارك هكذا. ما نزيدلوش الزيت، وهذه اللي راهي من الفوق نقلبها هكذا، ها بنحطها هكا في المقله. يجيكم هايل مقرمش بنين، سيرتو كي تشربوه بلا تاي واش نقول لكم، ولا بالقهوه كل واحد واش يحب. هاكا نديرو الزيت من الفوق. علاش نديرو الزيت؟ باش يتفرق بيناتهم هذيك العجينه اللي راهي قلبناها هذه فوق هذه، باش يتفارقوا يدخلهم الزيت ونطي يجينا خفيف مقرمش مازال ماهوش حمر. ها شوفوا الله يبارك كيفاش راهي تنفخ. ها ثان غيليت، ها وليت هكا حبيباتي. نكملهم وحدي وتشوفوهم ان شاء الله في طبق التقديم. هاوليك حبيباتي هذه هي، كملنا. هذه هي الطاوله تاعنا تاع لابخيميدي تاع القهيوه تاع العشيه. هاوليك درنا المسمن تاعنا على طريقه تقليديه تاع زمان، قليناه في الزيت. وهنا زدت له هنا طمينه، يعني احنا نقولوا الروميز زيت وزمور ولا التزارت. سمحوا لي على هذا الصوت، قلت لكم هنا نقولوا له اطمين استزرت. هنا هاد الطمينه نديروها بزيت الزيتون ونرفقوها هكا بالكرموس يابس. انا فورته باش يجيني طري ساهل، هاوليك يجيني يرطب. من بعد دهنتو بزيت الزيتون، يعني هنا زيت الزيتون في زيت الزيتون، هنا صحي بزاف، هنا ناكلوه مع الصباح هذا. وهاوليك هنا تاني زدت معاه شويه الحلويات هكا. ان شاء الله يا حلياماتكم، ان شاء الله كل عام نتوما بخير صحه ولهنا. هاوليك وهنايا درت المسمن تاعي على زوج باش تشوفوه يعني كيفاه. هاوليك يجيكم فويتي هاوليك مورق هايل كيما ناكلو الخفاف هكذا حبيباتي. واللي عجبها الفيديو تاعي ندير لي جام وتكومونتي لي وتزيد ابوني باش يبقى يوصلكم لي فيديو تاعي. اسقاس امجاز، اسقاس لهنا.